تأثير التغير المناخي. نعم هناك تأثير، ولكن علينا أن نكون جزءا من الحل فيما يتعلق بالتغير المناخي. التغير المناخي يقضي أولا بوضع حد لانبعاثات الكربون عبر العالم. مساهمتنا هنا هي أن نوفر الموارد المعدنية الأساسية، الكوبالت، المنغنيز، النيكل، الليثيوم وغيرها، وبالتالي نحن نعمل على خلق الظروف المؤاتية لفتح المزيد من عمل أو لزيادة عمليات التنقيب عن المعادن، ولنضيف أيضا قيمة مضافة على هذه المعادن. كنا نتكلم عن البطاريات أو عن المحركات، نقوم للمستثمرين تفضلوا ونخفف من الخيوط التي تفرض على الأعمال في إفريقيا. تعالوا واستثمروا وادفعوا الضرائب وافتحوا أعمالا في إفريقيا. وما أستنتجه من هذا الاجتماع 4 نقاط أساسية. أولا استمرار الالتزام لمساعدة الدول التي تعاني من ضغوطات مرتبطة بالمديونية، وقد تم تكرير هذا الالتزام في هذه الاجتماعات. وسمعنا أيضا كمالا قويا من رئيس البنك الدولي السيد بانجا، الذي اعترف بأن بعض الآليات ضمن البنك الدولي تتخذ وقتا طويلا. تكلمنا كم من الوقت يحتاجه البنك الدولي ليوافق على مشروع حتى يقدم الشيك الأول، وهنا لابد من أن يكون هناك تحسين، والإدارة تعترف بهذا الواقع، وبالتالي نحن نرحب بذلك. سيعملون على خفض هذه المدة. ثالثا زيادة أصوات دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد حصلنا على مقعد جديد في المجلس وأصبح المجموع 3 مقاعد. وأخيرا فيما يتعلق بالموارد لإعادة إطلاق الاقتصاد، فهناك بعض التراجع في هذه الموارد من قبل الجهات المانحة ومن قبل المؤسسات التي تقدم مساعدات ميسرة رغم العمل على زيادتها. اعتبر أن هذه القمة هي فرصة. طبعا هناك تحديات مناخية، ولكن هناك فرصة أيضا. دولة الإمارات العربية لديها أموالا طائلة لا تعرف ما تفعل بها، فنحن نقول لهم تعالوا إلينا، هناك أراضي، هناك طرقات، هناك مياه، هناك كهرباء، يمكنكم أن تستثمروا وأن تقدموا الخدمات لمن يحتاجها. فعلينا أن نركز على الفرص بدل أن نستسلم. هذه هي المقاربة التي نعتمد. شكرا جزيلا. شكرا السيد الوزير ستمبيكو، السيد الوزير أنجلين، وشكرا لكل الصحفيين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.